هي سيدة من سيدات قريش وشاعرة من شواعرها اللواتي طاع لهن التعبير وجرى على ألسنتهن البيان. هي ابنة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت عصر النبوة بكل جوارحها وغرست في بيتها قيم الشجاعة والفروسية، فكانت شقيقة فارس وزوجة فارس وأم فارس. وكانت أول من استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل أبيه، فهي من المبايعات الأول، وهي أقرب عمات النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. إنها صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي هي واحدة من ست عمات كن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف، وهي الشقيقة الوحيدة لحمزة بن عبد المطلب من الأم والأب. تزوجت صفية بنت عبد المطلب في الجاهلية من الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس شقيق أبي سفيان، فولدت له ابنا هو صفي، إلا أن الحارث ما لبث أن توفي، فتزوجت صفية رضي الله عنها من ابن شقيق السيدة خديجة بنت خويلد العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة، والذي كان يعمل نجارا، وقد ولدت له ثلاثة أبناء هم الزبير والسائب وعبد الكعبة. وقد كان للزبير بن العوام رضي الله عنه مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سماه الحواري وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري، وحوارية الزبير. وقد نشأ الزبير رضي الله عنه يتيما، إذ توفي والده العوام بن خويلد وهو لم يزل طفلا، فتولاه عمه نوفل بن خويلد بالرعاية، إلا أن أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت له رغم مرارة اليتم أن ينشأ قويا صلبا، فكانت تضربه وتغلظ عليه، وخصوصا حين تلمح منه ضعفا، حتى عاتبها عمه نوفل وقال لها: أنت تبغضين. فقالت ترد التهمة شعرا وتعطي الأمهات دروسا في قوة البأس: من قال إني أبغضه فقد كذب،
وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، ولا يكن لماله خبء مخب، يأكل ما في الطل من تمر وحب. كانت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها قريبة من ابن أخيها، لا تربطها به رابطة الدم والنسب فحسب، بل ورابطة الانتماء إلى جيل واحد. فقد كانت في مثل عمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ولدت قبله بعام أو أكثر كما رجح ابن هشام في السيرة النبوية. وعندما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ونور الحق، وأمره بالجهر بالدعوة قائلا جل وعلا: فاصدع بما تؤمر، وآمرا نبيه أيضا: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام صلى الله عليه وسلم فنادى أهله: يا صفية عمة محمد، يا فاطمة بنت محمد، استوهبا أنفسكما من الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، وسمعت صفية رضي الله عنها النداء العظيم الجليل، فلمست فيه الصدق واليقين، واستجاب قلبها، فكانت أول من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله، وكانت كذلك من أوائل المبايعات والمصدقات. أما ابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه فقد أسلم وهو ابن 15 سنة على الأرجح، وكان رابعا أو خامسا في الإسلام، وقد أثار إعلان إسلامه غضب عمه نوفل بن خويلد الذي تولى أمره بعد وفاة أبيه، فأخذ بالتضييق عليه. وكانت صفية رضي الله عنها تتألم وهي ترى ابنها يقيده عمه ويحبسه ويلفه في حصير ويدخن عليه كي يفتنه عن دينه، إلا أن الزبير ثبت على إيمانه برسالة الهدى حتى يأس عمه من عودته إلى الشرك، فتركه وشأنه. وقد سمع الزبير بن العوام رضي الله عنه يوما شائعة قد انتشرت في مكة بأن محمدا قد قتل، فحمل سيفه وخرج يبحث عن رسول الله حتى بلغ أعلى مكة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمأن وهدأ. وكان سيف الزبير الذي ربته أمه صفية على المروءة وعلو الهمة أول سيف سل في الإسلام، وأول سيف أشهر في سبيل الله. ويأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بالهجرة إلى يثرب، فتهاجر صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها على رؤوس الأشهاد هجرة قوة ومنعة مع ابنها الزبير
وشقيقها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. وهناك في المدينة المنورة، باحتضان رسالة الإسلام وقدوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تشهد صفية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين ابنها الزبير وسلامة بن سلامة بن وقش رضي الله عنهما. ثم تشهد فرحة المسلمين الأولى بالنصر الأكبر في يوم بدر في شهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة. ثم يكون لها مع معركة أحد مشاهد ومراثي وأحزان، وفوق هذا وذاك صبر واحتساب وإيمان. فقد حضرت صفية رضي الله عنها معركة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمل الماء إلى المقاتلين وتقوم على جراح المصابين، حتى خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا كي يحصدوا الغنائم، فالتف المشركون عليهم وانقلبت موازين المعركة، وأصيب المسلمون وانفض الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقامت صفية رضي الله عنها وفي يدها رمح تضرب به في وجوه الناس وتصيح في غضب وعنفوان: أنهزمتم عن رسول الله؟ فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تقع عينها على جثة أخيها حمزة رضي الله عنه وقد قتل ومثلت به هند بنت عتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا زبير، المرأة المرأة، يقصد أبعد أمك. فهرع إليها الزبير قائلا: يا أماه، إليك إليك، فإن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية رضي الله عنها وقد أدركت ما حدث لأخيها حمزة سيد الشهداء: ولما؟ وقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. فجاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من أمر عمته صفية رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أدرك مبلغ فاجعتها بأخيها ومبلغ صبرها وإيمانها معا: خلي سبيلها. ومضت صفية رضي الله عنها إلى جثة أخيها حمزة، فرأت أخاها وقد مثل به، فأحست بالحزن يدمي فؤادها، وهي ترى إلى أذنيه وقد جذع، وبطنه وقد بقر، وكبده وقد لاكته هند ثم بسقته على الأرض، وجلست أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام يبكي إذا بكت صفية رضي الله عنها، وينشج إذا نشجت، وجعلت فاطمة الزهراء رضي الله عنها
ومن حولها يبكون. فلما بكت الزهراء بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجددا وقال: لن أصاب بمثلك يا حمزة أبدا. واستغفرت صفية رضي الله عنها لأخيها واسترجعت واحتسبت عند الله تعالى. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أن يدفن مع بقية شهداء أحد. وعند دفنه قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن يشق على صفية ويكون سنة من بعدي ما دفنته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. وأهاج استشهاد حمزة والتمثيل بجثته أحزان ولوعة صفية رضي الله عنها، فطفقت ترثيه شعرا بعد أن أثار منظره وهو مسجن في كفن قصير كانوا إذا مدوها على رأسه انكشفت رجلاه، وإذا مدوها على رجليه انكشفت رأسه. وكان من أروع ما قالته صفية رضي الله عنها في رثاء حمزة سيد الشهداء: دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسرور، فذاك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصير. فوالله ما أنساك ما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفور. فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي لدى أضبع تعتادني ونسور. أقول وقد أعلى النعي عشيرتي جزى الله خيرا من أخ ونصير. ومضت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها تعيش في دار ابنها الزبير، وقد طوت أحزانها حتى كان العام الخامس للهجرة حين انتهى إلى المسلمين خبر الاتفاق بين قريش وغطفان ويهود بني قريظة على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج الأحزاب في مكة بقيادة أبي سفيان. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة وأمر بنسائه ونساء المسلمين والأطفال فجعلوا في الحصون والقلاع. وكان هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشغل أحد بنسائه ما دمنا في مكان آمن بعيدا عن الأعداء. ونزلت صفية في حصن حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أحصن آطام المدينة وأبنيتها. وفي هذا الحصن كان لها رضي الله عنها قصة تروى برزت فيها شجاعتها وقوة بأسها، فتقول: كان حسان بن ثابت معنا مع النساء والصبيان، فمر بنا رجل من يهود فجعل يطوف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة ونقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهود،
وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا إن أتانا آت. فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطوف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا ومن ورائنا يهود. وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتل. فقال حسان: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله قد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فلما قال لي ذلك ولم أرى عنده شيئا، احتجزت ثم أخذت عمودا، ثم نزلت من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلب، فإنه لا يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال حسان: ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب. وكانت صفية رضي الله عنها بذلك أول امرأة قتلت رجلا في معركة الدفاع عن الإسلام، فجمعت بذلك عنفوان الشعر وعنفوان الجهاد في سبيل الله. ومن معركة الخندق إلى غزوة خيبر، عندما حاصر المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة وحصن خيبر الذي يقتنه اليهود في السنة 7 للهجرة، فكان لصفية بنت عبد المطلب حضور مشهود. فقد انطلقت هذه المجاهدة القوية العزم والعزيمة مع بعض النساء المسلمات تشد أزر أبطال الإسلام. وقد اتخذنا في أرض المعركة مكانا لمداواة الجرحى وتحضير الطعام والسقاية للمجاهدين. وفي غزوة خيبر نفسها شهدت صفية ابنها الزبير رضي الله عنهما وهو يتقدم إلى حدود الخطر، فلم تجزع. حدث ذلك عندما خرج ياسر اليهودي يطلب من يبارزه، فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه لينازل من طلب النزال، وجلست صفية الأم التي ينبض قلبها بحب ولدها تحبس أنفاسها، حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته بصبر وإيمان: يقتل ابني يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل ابنك يقتله إن شاء الله. والتقى الزبير بن العوام رضي الله عنه مع اليهودي وبارزه مبارزة حامية الوطيس حتى قتله، وتهلل وجه الأم المجاهدة الصابرة بالفرح والبشرى. وفي السنة 11 للهجرة كانت صفية رضي الله عنها على موعد جديد مع المراثي والأحزان عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى
في حدث هز وجدان الصحابة وسائر المسلمين. وبكت صفية رضي الله عنها ابن أخيها محمدا صلى الله عليه وسلم، مثلما بكت ما كان بعده من اضطراب، وراحت في مراثيها له تذكر بره بأهله ومودته صلى الله عليه وسلم مع أرحامه ومع سائر المسلمين، فقالت: ألا يا رسول الله كنت رخاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، لعمري ما أبكي النبي بموته ولكن لهرج كان بعدك آتيا، كأن على قلبي لفقد محمد ومن حبه من بعد ذاك المكاوية. أفاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثرب ثاويا، أرى حسنا أيتمته وتركته، يبكي ويدعو جده اليوم نائيا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي ونفسي قصره وعياليا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضية. وعاشت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشهدت رقعة الإسلام تتسع، وابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه يخوض تلك المعارك الظافرة في طليعة المهاجرين. وقد توفيت رضي الله عنها في سنة 20 للهجرة عن عمر يناهز 73 عاما. وصلى عليها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفنت في مدافن البقيع في المدينة المنورة بعد أن دخلت تاريخ الإسلام باعتبارها من المسلمات الأول، ودخلت تاريخ الأدب باعتبارها من شاعرات صدر الإسلام، ودخلت وجدان سائر المسلمين في عصور شتى باعتبارها نموذجا فذا يؤكد الدور الفاعل للنساء في عصر النبوة المليء بالأسماء المضيئة الخالدة.